اسمي علي محي الدين من مدرسة الليسي باسكال، ومع رفقاتي حسن علاء وعلي عاشور وفيصل رمضان. ومشروعنا بيحكي عن الديجستيون، كيف تصير عملية الهضم. بنبلش من البوش، كيف يفوتوا الأكل، بيمعسوا ماستيكا وبرويا، بيرجعوا بينزلوا بالأوزوفاج، بيوصلون على الاستوما، بيعملوا برسموم ينمعسوا، بيرجعوا بيروحوا على الكرو انتستان. هدف انه نفرج كيف بيصير عملية الهضم بجسم الإنسان.